الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سميرة عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. هذا التعديل المفتغى موجود حاليا ويطبق، فتح المجال لكل من يسدد قسطا أقل من 40%. عباءة التعديل تشمل كلا من الأسرة والمتعثرين. خطأ للداخلية غير مبرر ومستقبل شاب مدمر. الشباب هم المحور الأساسي لخطط التنمية في أي دولة. الخمسية للبرلمان وعين الحكومة على الشبان. نبذ التفرق والتشرذم والاختلاف، نشر الثقافة الوسطية. السابقون يحلق بأجنحة التسامح والوسطية. السقف يخر على الحضور بفعل متهور مغرور. وفي النشرة، للإجهاد علاقة بالرائحة. جلسة الموافقات كلمة تختصر مشهد جلسة مجلس الأمة التي أسدلت الستار بتمرير العديد من التعديلات والمقترحات بقوانين والمتعلقة بصندوق الأسرة والمتعثرين. وبالتوازي أيضا سارت الجلسة تجاه إنجاز قانون التعليم الإلزامي، فيما فرض الحديث عن الشباب نفسه على جدول النقاشات. تقرير لمحمد لحياري. على أكثر من محور سارت جلسة مجلس الأمة الإسبوعية، حيث وافق المجلس على اقتراح بتعديل لائحة صندوق دعم الأسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة 3 أشهر جديدة أمام المواطنين، كما وافق على إلغاء المادة الأولى من صندوق المتعثرين. هذا التعديل المفتغى موجود حاليا ويطبق. الهدف الأساسي هو السماح للمواطنين بإعادة الاقتراض، وهو ما يعني لب الفائدة بهذا القانون. التعديل الآخر عندما برهننا للأخوة النواب بأن هذه تعديلات، التعديل هذا حاليا يتم العمل فيه ولا جدوى من وجوده، وهناك قد يسبب شبهة قانونية فيه، وافق المجلس مشكورا على إلغاء المادة. اليوم بالواقع أكمل مجلس الأمة مسيرة إنجازاته للقوانين والتشريعات، وابتدينا اليوم بإقرار قانون صندوق الأسرة والتعديل عليه، حيث سيفتح صندوق الأسرة مرة أخرى لاستقبال المواطنين الذين لم يتقدموا لصندوق الأسرة، وهذا بلا شك يعتبر إنجاز كبير. فتح المجال لكل من يسدد قسطا أقل من 40% إذا كان موظفا أن يقترض بما لا يتجاوز 40%، وكذلك إذا كان متقاعدا بما لا يتجاوز 30%. على محور آخر، وافق مجلس الأمة على طلب ديوان المحاسبة تمديد إعداد تقارير الديزل وعقد شيل. وبالتوازي سارت الموافقات على قانون التعليم الإلزامي وتمديد فترة تنفيذ جامعة إشدادية 5 سنوات، وهو ما لاقى ردود فعل نيابية متباينة. مع الأسف التصويت على طلب الحكومة وهو تمديد الفترة لإنشاء جامعة إشدادية، وطبعا هذا الطلب مني شخصيا وإن كان بالرفض، لأنه حقق الأغلبية البرلمانية وذلك من طلب الوزير، وهناك تساؤلات وطلبات من خلال الجلسة بأن يتم التحقيق في أسباب تأخير هذا المشروع، وخاصة أن هذا المشروع صرف عليه أكثر من 1 مليار دينار. ونال الشباب جزءا من المناقشات في جلسة مجلس الأمة، كما وافق أيضا على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. محمد الحياري، الراي.
حكم وصف بالأول من نوعه، أنصفت عبره محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد العثمان المواطن بدر محمد المطيري، وألزمت وزارة الداخلية بأن تؤدي له مبلغ ربع مليون دينار للتسبب في ضياع مستقبله وتنفيذه أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها. وتكمن وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي في أن المدعي تفاجأ بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم تبين صدور أحكام جزائية بحقه في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفا فيها، ولكنها نسبت إليه زورا وكانت سببا في ضياع مستقبله وإلحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن معالجة آثارها السلبية التي لحقت بالطالب الذي سجن لمدة عام في السجن المركزي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمد الماجدي محامي المواطن بدر المطيري. أولا سيد الماجدي، ما رأيكم بهذا الحكم الذي وصف بالتاريخي؟ أهلا وسهلا فيك أختي. أول شيء يعني أنا بس أحب أعدل بعض المعلومة، أن الحكم هذا صدر هو حكمين، سنتين مع الشغل والنفاذ والسبع سنة أو خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بالتالي أصبح الحكم سبع سنوات، ولكن المواطن خرج بعفو أميري سنة بعد ما حفظ القرآن وكان حسن السير والسلوك. المشكلة تكمن في تخبطات الحكومة وخاصة وزارة الداخلية عندما لا تراعي الإجراءات السليمة عند التحري من هوية الجاني وضبط المتهم الحقيقي وعدم الزج في 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 مواطنين أبرياء يقضون عقوبات متهمين ليس لهم صلة في الجريمة بتاتا. الحقيقة الحكم أنصف هذا المواطن. نحن لا شك بأننا نتمتع بقضاء عادل ونزيه، أنصفنا القضاء، ولكن لم تنصفنا الداخلية ولم ينصفنا رئيس مجلس الوزراء اللي للأسف كان هو في حقبة القضية، هو كان يتولى حقيبة وزارة الداخلية اللي هي ب 2001 أعتقد أو 2000. نعم. سنة 2000. للأسف أن لا زالت الحكومة ولا زالت وزارة الداخلية تماطل في تنفيذ هذا الحكم النهائي الاستئناف. نعم. بمزيدا من الإجراءات وبمزيدا من المماطلة. يا أخي أنت ادفع المبلغ حق المواطن الذي لم لا 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 ربع مليون ولا مليون. نعم. ولا سيد الماجدي عفوا، هل ما صدر قضائيا يعد منصفا للمواطن الذي كانت الداخلية مسؤولة عن ضياع مستقبله بسبب هذا الخطأ الإجرائي؟ والله يا أختي العزيزة قسما بالله لو الواحد يقعد سنة أو يوم يحس إنه مظلوم في سجن، والله حتى أموال الدنيا كلها لا تكفيه. والله لو نعطيه بير نفط بجراء كتعويض جراء السنة اللي قضاها مظلوم ولم ينصفه الإجراءات الداخلية أو لم تنصفه الدولة، أعتقد أن هذا التعويض لا يكفي أصلا. والله لو نعطي بير نفط ما يكفي. هذا اللي أنا أقوله. ونقول نتمنى وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء اللي كان وزير الداخلية في وقته نتمنى أنه يستعجل في تنفيذ الأحكام. لماذا هذه المماطلة والتسويف؟ ليش يماطل ويسوف؟ نعم. المحامي نعم. ادفع بعدين ميز يعني. هذا اللي نقوله. المحامي نعم، نعتذر لضيق الوقت. المحامي محمد الماجدي شكرا جزيلا لك. وحول الحكم القضائي نتحول مباشرة عبر الهاتف إلى المواطن بدر المطيري. سيد بدر، أولا نبارك لك حكم التعويض الذي صدر، وما هو تعليقك عليه؟ الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. وأشكر القضاء الكويتي اللي أثبت عدله وأثبت للكويت كلها أن ما في أحد أكبر من القانون. نعم. أثبت أن ما في أحد أكبر من القانون الحمد لله. والشيء هذا والله العظيم شرح صدري من اليوم اللي انقبض علي لحد اليوم هذا، ما انشرح صدري مثل هذا لما حسيت أن الحق وصل. بس اللي رأيت مرة ثانية صدمني تصرف الداخلية. يعني والله العظيم أنا أول ما سمعت الحكم حسيت أن الحمد لله، يعني أن العدل موجود لا زال، وأن الكويت يعني ما شاء الله، يعني علم العالم كله، الكرة الأرضية كلها علمها في الكويت، يعني ما شاء الله أنها بلد خير. نعم. بس يعني سيد بدر، ماذا حدث بعد ذلك، بعد صدور الحكم؟
بعد صدور الحكم أنا على طول توجهت أخذت الصيغة التنفيذية وتوجهت للداخلية، واضحة المماطلة. وطيب في إجراءات أنت الحين ما تعتقد أن هذا لا، هذا مو بعد في عندك كذا، إحنا مقدمين وقف نفاذ، مقدمين وقف نفاذ استعجال، بصفة استعجال وقف نفاذ حتى هذا إن ما، وعلى طول سووا التمييز. والكلام اللي في صحيفة التمييز يعني كلام صراحة يعني ما 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 ادري شلون اذكره، ولا ادري شلون، ما في ما في ما في استنادات ولا في امور اصلا يستندون عليها، ولكن تعطيل وهذا يعني انا هذا اللي انصدمت منه يعني. طيب سيد بدر، هل ترى ان التعويض ربع مليون المادي هذا كافيا لنسيان ما تعرض له خلال سنة كاملة في السجن؟ يعني اثرت عليك في كافة النواحي الاجتماعية، على الأسرة، على العمل، على المجتمع؟ اول شيء لا كافيه ولا ملا ولا حطي الارقام، حطي الرقم اللي انت تحددينه هم راح اقول لك مو كافي. اول شيء المده مو سنه، انا الكل قاعد يقول المده سنه والالم هذا يسال نعم الحكم في صدري. الحكم كما قال محامي يعني اكثر صح. من سنه، ولكن لا. التنفيذ سنه الحكم بالضبط. الحكم سنه بالضبط داخل السجن المركزي. داخل السجن انا طلعت من السجن المركزي 5 سنوات انا اراجع في الرعايه اللاحقه معامله السجين، اروح هناك نعم. افحص مخدرات وافحص مدري شنو، واطلع لو اتصرف اي تصرف اصلا ما عندي اثبات شخصي، عندي هويه سجن خارج من السجن، الدوريات توقفني في الشارع في تفتيش قدام ربعي، ارفع ايدي ويفتشوني قدام ربعي، من جيب لي صديقي ممكن انه يمشي معي في وقتها، من 2001 لحد 2006 يلا اصدرت براءتي، يلا قدرت امشي قدام العالم، والحين توها اصدرت براءتي، اللي قمت اتكلم قدام العالم اقول لهم شوفوا هذا انا، هذا انا اللي كنت اقول لكم قبل، كنت اقول لكم انه قسما بالله مو انا اللي مسوي كذي، والله العظيم مو انا. نعم المواطن بدر المطيري يعني اعذرك يعني رغم ان قضيتك انسانيه، ولكن ضيق الوقت يجبرني لقطع هذا لقطع هذه المداخله، شكرا جزيلا لك. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كشفت أن الوزارة بصدد إعداد مشروع خطة التنمية الخمسية المقبلة على أن تحال إلى مجلس الأمة مطلع شهر يونيو المقبل لاعتمادها. ومن جهة ثانية قالت الوزيرة أن الشباب هم المحور الأساسي لخطط التنمية في البلاد، والحكومة ملتزمة بوضع استراتيجية شاملة لإشراكهم في خطة التنمية الوطنية. وخلال حفل تخريج منتسبي البرنامج الثالث للمشروع الوطني لتنمية المستدامة ذخر للريادة والإبداع المؤسسي، أوضحت الصبيح أهمية تنمية الموارد البشرية وتأهيلها لإعداد أجيال من قادة المستقبل والدفع بالكويت قدما إلى الأمام. الشباب هم المحور الأساسي لخطط التنمية في أي دولة، لهذا تلتزم الحكومة الكويتية بوضع استراتيجية شاملة لإشراك الشباب الكويتي في خطة التنمية الوطنية للدولة وفقا لرؤية 2035 التي طورها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ومن هنا تأتي أهمية تنمية الموارد البشرية وتأهيلها بهدف خلق أجيال من قادة المستقبل للدفع بالكويت للأمام والسير قدما نحو تنفيذ خططها التنموية الشاملة والمستدامة. إن الاستثمار برأس المال البشري وتطويره هو المرتكز الأساسي في جميع جوانب التنمية، وهو لا يتطلب جهدا حكوميا فحسب، بل يحتاج إلى تعاون ودعم ومساندة مالية وفنية من مؤسسات التدريب في القطاع الخاص. الأمانة العامة لتجمع السور أعلنت الانطلاقة الرسمية للتجمع تحت أهداف وشعارات حماية الوحدة الوطنية ولم الشمل الكويتي. السور يجمع، السور يحمي، هذا هو ما نريده حقيقة من مفهوم السور. أليس السور من جمع خلفه أهل الكويت بادية وحاضرة؟ فله. أليس السور من انطلقت منه الجيوش للدفاع عن هذا الوطن؟ هذا هو مفهوم الحقيقي للسور. السور رمز يجب أن نفتخر فيه.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي أكد أن مؤتمر السابقون الأولون ومكانتهم لدى المسلمين في نسخته الثالثة يسعى إلى إبراز دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر التراث الإسلامي وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وإيضاح المنهج الوسطي. كلام العجمي جاء خلال افتتاح مؤتمر السابقون الأولون الثالث ممثلا عن راعي المؤتمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث أوضح العجمي أهمية استنباط مجموعة من القيم الهادية للأمة في بحرها المتلاطم من الأزمات والصراعات. موضوعه السعي إلى رأب الصدع والجمع الكلمة وجمع أهل القبلة على كلمة سواء، نبذ التفرق والتشرذم والاختلاف، نشر الثقافة الوسطية، نشر التوازن، طرح رؤى تخدم الأمة وتعين على تماسكها. هذا هو الهدف من المؤتمر وهذه هي الغاية. الغاية من تعزيز وترسيخ قيم الإسلام الوسطي المتوازن المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ جميع صور وأشكال التعصب والتحزب. هذا المؤتمر هو يركز على الآل والأصحاب وعلى الصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم، وهذه قضية ينبغي على كل المسلمين أن يهتموا بها. ولا شك أن اهتمام مبرة الآل والأصحاب بعقد هذه المؤتمرات والنشاط الذي تبذل في دولة الكويت في الوقت الحاضر الناس في أمس الحاجة إليه، لأن الطائفية مع الأسف انتشرت وجدت من يشجعها سواء في داخل العالم الإسلامي أو من خارج العالم الإسلامي. طبعا هذه الطائفية البغيضة ينبغي أن تواجه من قبل عقلاء المسلمين. في الرياض استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تجاه السعودية وقطر، واتهم فيها البلدين بدعم الإرهاب في العراق. ووصف الزياني ادعاءات المالكي تجاه السعودية وقطر بأنها عدائية وباطلة، معربا عن استيائه لصدور اتهامات باطلة من رئيس وزراء دولة عربية شقيقة تكن لها دول مجلس التعاون كل المحبة والتقدير والاحترام. خروا السقف على حضور حفل الزفاف في إحدى الصالات السعودية، والسبب يعود لإطلاق النار داخل صالة الأفراح ابتهاجا بالعرس. لنتابع ما يفعله التهور. خاتمة ناصعة، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. سوق الكويت لأوراق المالية أنهى تداولاتها اليوم على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع السعري بنحو 28 نقطة، في حين سجل الوزني 4 نقاط خضراء. وكذلك ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 15 نقطة، وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 23,400,000 دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 190 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 4,683 صفقة. مشروع جديد تم تدشينه في حفل افتتاح نظمه القائمون على شركة سيفكو للإعلان عن مشروعها، الذي يعتبر متجرا معاصرا يقدم خدمات مميزة للزبائن بحيث تواكب التقدم الحاصل في المتاجر العالمية، كما يتيح خدمات التسوق الإلكتروني عبر الطرق الحديثة. فيما أكدت مدير عام سيفكو نورة القطامي نيتها التوسع في المشروع محليا ثم الانطلاق به نحو العالمية.
متوقعين ان نتوسع بهالخمس سنين بين الكويت ودبي وقطر ان شاء الله. اول شيء بنبدي فيه بنسوي بنحط المحل اونلاين، بعدين بنطلع بابلكيشن حق الاندرويد وحق الايفون، ان الواحد يقدر مثلا بتليفون الايفون هذا اللي هني ياخذ المنتج ويروح على الباركود ويسوي سكانينج بالكاميرا ويضيف المنتج على السله مالته ويطلب على التليفون وعلى اونلاين. يعني هذه اول خطوه، بعدين ان شاء الله بنبطل ثلاث افرع بالكويت قبل ما نبطل برا. بالنسبه حق الكويتيين جمعيه، بس احنا سويناها بطريقه ان كل شيء تحتاج العائله الكويتيه موجود، بالانجليزي يقولونها everything under one roof. فيعني تقدر تشوف قسم الالكترونيات، الاطفال، ملابس، اواني، اللي ما يسيفكو اول شيء الخدمات اللي موجوده فيه، التصميم الخاص فيه. لما تتمشى في المركز ان شاء الله ما ادري اذا الكاميرات راح تاخذ لها جوله، راح يشوفون ان سيفكو متميز عن اي ديبارتمنت ستور او سوبر ماركت موجود بالكويت. عين ساره تصطاد كاس الامير، التفاصيل في صفحتنا الرياضيه بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. تعرض فريق الكويت لخسارته الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجاءت أمام مضيفه فنجاء العماني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لمباراة المجموعة الثانية. سجل أصحاب الأرض عبد العزيز المقبالي والمحترف سيسي، بينما سجل الأبيض محترفه الإيراني جواد، وبهذه النتيجة يتصدر فنجاء ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما بقى الأبيض على رصيده السابق 3 نقاط. في المقابل يستضيف القادسية على استاد الصداقة والسلام يوم غدا فريق الحد البحريني في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. حقق الجواد عين سارة ملك اسطبل الأبرق كأس أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضمن سباقات الاجتماع 19 لنادي الصيد والفروسية، وتمكن اسطبل الأبرق من الهيمنة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق للشوط السابع والأخير والمخصص لمختلط الجياد من 4 سنوات، وامتد لمسافة 2400 متر بعد أن حسم الجوادان التابعان له جهران وأوطان واحتل المركزين الثاني والثالث على التوالي. وشارك في الاجتماع 19 أكثر من 60 جوادا وفرسا تنافسوا على جوائز وكؤوس الأشواط السبعة. أنا سعيد جدا وجود اليوم نادي صيد فروسية نيابة عن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح أحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه لتقديم كأس الغالية للفائز في هذا السباق. طبعا بهذه المناسبة أتمنى لسيدي حضرة صباح السمو العودة سالما لأرض الوطن، نفرح بقدومه إن شاء الله. أشكر رئيس مجلس إدارة نادي صيد فروسية الشيخ ضاري الفهد وأعضاء مجلس إدارة على ما يقوم به من جهود جبارة لإنجاح هذه الفروسية الغالية فروسة شجعان. أشكر كل من حضر هذا الاحتفال. الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد على دعمه للرياضة والرياضيين، واليوم حنا كذلك كان لنا شرف أن نكون في هذا الاجتماع كأس الكؤوس كأس حضرة صاحب السمو في الشوط السابع، وراح نشوف ما شاء الله عدد الخيل المشاركة بالأشواط كلها وبالذات في الشوط السابع اللي هو كأس الكؤوس المنافسة إن شاء الله والروح الرياضية إن شاء الله. نرجو إن شاء الله السلامة للسباق كله. على هامش بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس لعام 2014 لجميع الفئات السنية لتحت 14 سنة و 18 سنة والسن العام، أقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفلا تكريميا للفرق الخليجية المشاركة فيها، تم من خلالها تبادل الدروع التذكارية بين الاتحادات. وطالب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد جابر العبدالله من اللجنة التنظيمية بتكثيف البطولات الخليجية التي تعتبر الانطلاقة الحقيقية للاعب الخليجي في المنافسة على البطولات القارية والدولية.
البروتوكول معمول فيه طبعا بالنسبه لبطولات الخليج من خلال تبادل الهدايا وش اسمه التقاء اللاعبين بينهم وبين بعض في هالبطوله، وطبعا مجرد التقاء في هذه البطوله التوطيد لاواصر المحبه والتعاون بين اللاعبين ومجلس التعاون، ونتمنى ان شاء الله استمراريته. احنا طبعا نناشد اللجنه التنظيميه لدوم مجلس التعاون ان تزيد عدد هذه البطولات، هذه طبعا هدفها طبعا غير انها توطد اواصر التعاون بين اللاعبين كذلك انها ترفع من مستواهم، وهذه الانطلاقه الحقيقيه لاي لاعب على المستوى الاسيوي ومثل المستوى الدولي. اود ان اقدم الشكر الجزيل للاتحاد الكويتي للتنس واللجنه التنظيميه على ما بذلوه من رعايه واهتمام وحفاوه وترحيب. بخصوص التنظيم كان التنظيم جيد جدا، الملاعب متوفره والحكام متوفرين وجميع الالتزامات واحتياجات اللاعبين كانت متوفره والحمد لله. يعني الى الان الحين احنا طبعا تقريبا بقي يومين ثلاثة ايام على نهايه البطوله والحمد لله الامور ماشيه مثل ما يرام. الإجهاد النفسي يؤدي إلى الشعور بوجود روائح غريبة، التفاصيل في دراسة أمريكية مع سمر الشديق. ما من شك بأن لحاسة الشم خفايا وهي من أكثر الحواس غرابة واستعصاء على الفهم، إلا أن جديد ما توصل إليه علماء من جامعة أمريكية أن حالة الإجهاد النفسي تؤدي إلى الشعور بوجود روائح غريبة وغير مريحة، الأمر المعرض للإزدياد مع تدهور الحالة النفسية. وأوضح العلماء أن سبب هذا الشعور يعود إلى حدوث تغيرات في شكل الاتصالات في الدماغ، فعلى سبيل المثال يستقبل الإنسان في حالته الطبيعية الروائح كما هي، في حين تبدو له في حالة الإجهاد النفسي غريبة وغير مريحة، وكلما كانت حالة الإجهاد أشد كلما كانت التغيرات أكبر. وتأتي هذه الدراسة بعد اختبار أجري على 12 متطوع أخضعوا للقلق والخوف، وكانت الأجهزة تسجل مسحا للدماغ، وقد تبين أن الروائح المزعجة تزيد حالة الإجهاد، وهذا نظريا يمكن أن يؤدي إلى تطور القلق والاكتئاب. سمر شديق، نامور، الراي. والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @RaiMediaGroup، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.